بينهم جنود من دول غربية. مصدر يكشف عن جنسيات الجنود في السفينة الإماراتية، نشاهد التفاصيل. كشف مصدر عسكري عن جنسيات الجنود المتواجدين في السفينة التي قام الحوثيون اليوم بالاستيلاء عليها في المياه الإقليمية في عمق البحر الأحمر واقتيادها إلى أماكن سيطرتهم. وقال المتحدث إن السفينة تقل معدات عسكرية كبيرة وجنود إماراتيين وسعوديين وجنود أجانب من الجنسية البريطانية والأمريكية وجنسيات أخرى. وأوضح إن ذلك يعتبر مؤشرا خطيرا على قدرات الحوثيين التي يبدو أنها تجاوزت الجانب البري. وأوضح أن ذلك يعتبر مؤشرا خطيرا على قدرات الحوثيين التي يبدو أنها تجاوزت الجانب البري، ما يشير إلى أنها أصبحت تمتلك قوة بحرية لا يستهان بها. وكان المتحدث العسكري للحوثيين أعلن اليوم عن قيام قواته البحرية باقتياد سفينة شحن عسكرية أثناء قيامها بأنشطة عدائية في عرض البحر. وعرضت قناة الحوثيين مساء اليوم فيديو لحمولة السفينة الإماراتية روابي من معدات عسكرية وآليات وزوارق بحرية وأسلحة ثقيلة.